عايزين نعمل اتفاق جنتلمان كده مع بعض قبل اي حاجه في الفيديو. مفيش حاجه في الكوره دلوقتي اسمها ماتش سهل وماتش صعب، في حاجه اسمها كل ماتش له ظروفه الخاصه بيه. انت بتلعب بره ولا بتلعب جوه؟ بتلعب بره ده معناه ان ماتش صعب مهما كان الخصم بتاعك عامل ازاي، لان انت هتلاقي حكم افريقي هيضطر ان هو ايجابي مع صاحب الارض، فهتلاقي ان الحكم دايس عليك اول ربع ساعه غير الزخم والحماس اللي اللعيبه واخداه من الجمهور، والحماس والزخم ده ومع النتيجه سلبيه كانوا عاملينها بره ملعبهم، هم كانوا خسرانين منك 6-1، المفترض ان انت تروح اول ربع ساعه تحاول تمتص الاجواء. مهما كنت انت المنتخب الجزائري رقم واحد في افريقيا بطل افريقيا، هتروح برضه هناك اول ربع ساعه هيكون عليك خطوره، لان انت مفترض ان انت بتلاعب فرقه بره ملعبك وبتلاعب منتخب، مش بتلاعب فريق في بطوله افريقيه، انت بتلعب مع منتخب، والمنتخب هتلاقي ان الموضوع صعب جدا التعامل معاه اول ربع ساعه، فاول ربع ساعه لو عدى على خير ده معناه ان انت في امان. حته ان انت تنزل تدور على الاستحواذ دي حاجه كمان بالماضي ما كانش حاططها في افكاره، لان بالماضي على الورق التشكيلة جاية 4-2-3-1، جوه الملعب بتتحول ما بين 4-4-2 و4-2-4، لأن أنت لو دورت هتلاقي إن إسلام سليماني وبغداد بنجاح فراودة، رياض محرز على طرف، واحد من أهم اللاعيبة الفترة الأخيرة يوسف البلايلي على الطرف الثاني، ورامز زاروكي، وكمان جنبه اسماعيل بن ناصر عاملين اداء كويس، واسماعيل بن ناصر ورامز هيكون عليهم واجب ان هم هيغطوا المساحات اللي هيسيبها رياض وراه والمساحه اللي هيسيبها البلايلي وراه، فمفترض ان بن ناصر ورامز هم هيكونوا مسؤولين عن نقل الكره بسرعه للشق الهجومي. المنتخب الجزائري كان عنده مشكله في اول 10 دقائق وما دخلش الماتش بدري، وكان في كره خطيره في اول مباراه كانت مفترض ان هي فاول على المنتخب النيجيري لكنها لم تحتسب، ودي برضو اللي انا قلت لك عليها، موضوع الحكم هيدوس عليك عشان خاطر انت بتلعب بره ملعبك، فالكره عدت بسلام. بعدها المنتخب الجزائري بدا يخش في الجيم، كروس جميل من البلايلي لبغداد بنجاح، بغداد بنجاح بيخطئ التسجيل، وبعد كده بنشوف ان المباراه بدات تتساهل بعد ما الكابتن والكابيتانو والمايسترو والملهم والقائد رياض محرز ما بيسجل هدف الاول بجمله جميله جدا، جمله بتتلعب ورا المدافعين للبلايلي، البلايلي بيعمل واحده جميله جدا لبغداد بنجاح، بغداد بنجاح بيلعبها لرياض محرز اللي بيبقى جاي من بره وبيسجل هدف الاول. قلنا بس نقعد نتفرج على اداء جميل ومتعه تشبعنا من المنتخب الجزائري والكره جميله هنقدمها احنا، بس اضطرينا نقعد نتفرج على ان مفيش بس في الماتش. قال لك لا لا معلش، ما هو الجماعه في النيجر كده عندهم مشاكل لما بيلبسوا الهدف الاول البس بيتحط بالصدفه البحته. طب يا جماعه هنقعد نتفرج على الماتش؟ لا، هنقعد نتابع بقى القناه الجزائريه الارضيه ونشوف الدنيا بالنسبه لنا عامله ازاي، والبس هيرجع امتى، والدنيا هتبقى عامله ازاي، وهنطلع وسط ولا مش هنطلع وسط، علشان خاطر نلاقيهم بيقولوا ان اسلام سليماني جاب جول. الله، ده سليماني بقى الهداف التاريخي كده وعدى ووصل 38 هدف، بعد ما دلوقتي بقى الهداف التاريخي ب 37 هدف، الله عليك يا سليماني. بس لما البس رجع ده عيسى مندي هو اللي سجل الجول، يا عم عيسى مندي اسلام سليمان المهم المنتخب الجزائري سجل الهدف الثاني، طب ده في الدقيقة كام؟ 27، والبث رجع في الدقيقة 42، طب نعدي الشوط على خير لأن احنا كده كده في ماتشات المنتخب الجزائري الفترة الأخيرة بنتفرج على الشوط الثاني بس، لأن الشوط الثاني بس ده معناه إن المنتخب الجزائري خلاص تكيف على أرضية الملعب، السيد جمال بالماضي والفريق قدروا إن هما يعني الحماس والروح والعزيمه اللي كانت موجوده عند المنتخب النيجيري قدروا ان هم يتخلصوا منها، والماتش خلاص دلوقتي 2-0 وهنلعب بقى جولاتنا الجميله. المنتخب الجزائري اول تغيير عامله راح منزل سفيان فغولي مكان اسلام سليماني. ليه بقى عملت كده يا عم جمال؟ عملت كده عشان نمسك كوره، احنا نازلين الشوط الثاني نمسك كوره، الشوط الاول كنا بنلعب على المرتدات علشان خاطر ما كناش عايزين نمسك كوره، لان احنا كنا عارفين ان المنتخب النيجيري هيكون عليه ثقل وامال عريضه بعد الخساره 6-1. فاحنا دلوقتي الشوط الثاني 2-0 محتاجين ان احنا نمسك الكوره بقى ونلعب كده على الهادي ومن رجل لرجل وكورتنا الحلوه نعملها، وبسم الله ما شاء الله هم قرروا ان هم يعملوا كده، والهدف الثالث اتسجل بجمال غير طبيعي، اسماعيل بن ناصر لعيبه منتخب الجزائر بتباص في السته يارده، بن ناصر بيسجل الهدف الثالث، الله نسكت بقى على كده؟ لا، نسجل الهدف الرابع، الهدف الرابع برده اللي كان جميل جدا، الهدف الرابع اللي بيخلص كل المباراه، الهدف الرابع اللي بيفتح المجال للسيد جمال بالماضي ان هو ينزل واحد من اللعيبه اللي انا بصراحه اتعلقت بيهم بعد ماتشين بس، وهو محمد امين عموره. محمد امين عموره ده بصراحه لعيب جامد جدا، وبصراحه لعيب بتمنى ان هو يلعب في الدوري الانجليزي قريب علشان خاطر ما يضيعش وقت طويل للعبه في سويسرا، اتمنى ان عموره يلحق نفسه كده ويدور على اي عرض في انجلترا، او ربنا يكرم واي عرض في انجلترا يجي له بعد ما بقى لعيب دولي في المنتخب الجزائري. فبيقرر ان هو خلاص بقى احنا عملنا التغييرات، هنزل بن عايده، حسين بن عايده مكان يوسف عطال اللي عنده انذار، هو خاف من التحكيم وقال لك احتمال يطرد، فاحنا نغير نخرج يوسف عطال على طول بدري بدري، وفي سفيان فغولي زي ما كان اسلام سليماني زي ما اتكلمنا، وهشام بدوي في الدقيقه 68، وادم
زورجينا وكمان محمد الامين عموره. محمد الامين عموره كان ليه فرصه التسجيل في اللحظات الاخيره هو ورياض محرز. رياض كان عنده فرصه في اللحظات الاخيره ان هو يسجل هدف عالمي، بس الحمد لله مشي وعدت على خير علشان خاطر ما حدش يقول لك هو الشوك وحش او نحس علينا المصريين. اول ما قعدتوا تتكلموا بعد ماتش النيجر جينا خسرنا النهارده. لا عزيزي الموضوع مش نحس ولا كده، هو موسمك من حوار المصريين والكلام ده، لان احنا جايين نتكلم في الكوره، ودلوقتي الكوره مفترض ان احنا لسان واحد. كوره جميله، كوره جميله، اداء حلو، اداء حلو، اداء سيء مفيش حد يقدر يبرره، نتيجه سلبيه محدش يقدر يبررها. لما تعمل اداء كويس وكوره جميله اقبل مني كلام ان انت عملت كوره جميله واداء كويس. ويا عمي لو عايز تتكلم على خرز زرقاء انا كده كده حاطط لك صوره حكيم زياش وهو في تشيلسي واعتبره خرز زرقاء. ده لو انت شايف ان في حسد او في اي حاجه ممكن تاثر على المنتخب الجزائري اللي احنا بنتمنى ان هو يكمل السلسله التاريخيه من اللا هزيمه. المنتخب الجزائري بيكتب ارقام، المنتخب الجزائري بيعمل تاريخ جديد في عالم كره القدم، وصول ل 31 مباراه بيتخطى المنتخب الارجنتيني والمنتخب الفرنسي. 31 مباراه بلا هزيمه، يا رب يعدوا منتخب ايطاليا ويعدوا المرحله ال 40 مباراه، وان شاء الله باذن الله الجزائر قادره ان هي تحقق الارقام الرهيبه دي. وان شاء الله باذن الله احنا نحقق شويه ارقام كده بسيطه مع بعض. وتعمل لايك او سبسكرايب ان الفيديو عجبك، وان لم يعجبك فاعمل ديسلايك وانزل قول لي يلا مصر ما تتكلمش عن منتخب الجزائر تاني. عادي يا اسطى.